ألو، أنا أسماء ورجعت ليكم بفيديو جديد لفكرة مشروع منزلي لمنتج نحتاجه في حياتنا اليومية. قبل مشاهدة الفيديو ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإنذارات ليصلكم كل جديد. يلا نبدأ. لصناعة الصابون هناك عدة طرق، لكني اخترت ليكم أسهلها وهي استعمال قوالب الصابون الجاهزة. بالإمكان طلبها أونلاين أو إيجادها في المحلات الخاصة بالأشغال اليدوية. أنا هنا اخترت صابون زبدة الشيا لما له من فوائد على البشرة. قطعته إلى قطع صغيرة ثم حطيته في معون يقدر يدخل للمايكرويف. ضعوا الصابون في المايكرويف أو يمكن إدابته في بماغي، واحرصوا على خلطه كل 15 ثانية. عندما يذوب بالكامل نضع له زيوت عطرية أي نوع أنتو تحبوه. أنا استعملت زيت الياسمين بالإضافة إلى ألوان خاصة بالصابون، ويمكنكم تركه أبيض إذا أردتم. ملاحظة، بإمكانكم إضافة عسل أو زيت زيتون أو أي مكون آخر يكون مفيد للبشرة. نصب الخليط في قوالب خاصة تكون مصنوعة من السيليكون، ويتم تزيينه فيما بعد باستعمال الورود الجافة. هنا بغيت نتفنن شوية، فقمت بخلط 3 ألوان وغيرت شكل القالب، ثم رششته بواسطة الكحول الطبي حتى ما يتركش فقاعات من فوق. نترك الصابون يجوف لمدة 5 ساعات إلى 24 ساعة. بينما نحن ننتظر حبيت نوريكم نوع الورود التي استعملتها بالإضافة إلى صورة الزيوت والألوان. بعد أن يجوف الصابون نقوم باستخراجه من قوالب السيليكون، وكما ترون الشكل النهائي جدا جميل والرائحة رائعة. هذا الشكل الثاني، شوفوا تمازج الألوان مع الشكل، يعني النتيجة واو، جدا متقنة. ننتقل الآن إلى مرحلة التغليف. في كل مشروع لازم تاخذوا بالكم من الباكاجين باعتباره أول شيء يجذب عين الكاستمر. اشتغلوا عليه أكثر، استشيروا مصممين طبعا إذا كان عندكم رأس المال. هنا أنا حبيته يكون سامبل، فطلبت علب كرتون من أمازون وقمت بإضافة البابي دسوا أو ورق حرير اللي نستعمله للهدايا بهدف حماية الصابون ويكون عملي متقن. راني حضرت لكم فكرة تغليف تانية، إذا حبيتوا تشوفوها زوروا صفحتي على الإنستغرام. ولتزيين العلبة قررت استعمال ورق ملون تجدوه في جميع المكتبات. بالنسبة للي عايشين في كندا أو أمريكا، أنا جبته من عند مايكلز. ونحتاج أيضا إلى غراء وإلى روبون أو شريط قماش. تابعوا الخطوات إلى الأخير لرؤية الشكل النهائي.
هذه هي النتيجة النهائية لصابونة الجميلة والسهلة. صراحة استمتعت جدا بصنعها. كان هذا فيديو اليوم، إذا عجبكم ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب وتفعيل جرس الإنذارات. سلام.